ضم لينا الأستاذة هبة القدسي من واشنطن، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط. مساء الخير يا أستاذة هبة. مساء النور يا فندم. أستاذة هبة، يعني بعد ما تابعنا القمة والملفات التي طرحت، هبدأ مع حضرتك بما خرجت به وما لفت انتباهك في حديث ترامب والسيسي. أكثر ما يلفت الانتباه في هذه القمة هو الترحيب الحار من جانب الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب، العبارات التي أشار فيها إلى المساندة القوية لمصر وما تطلبه مصر، أيضا فكرة يعني الاتفاق في الرؤية حول مكافحة الإرهاب والأيديولوجيا المتطرفة، وأيضا فيما يتعلق الملف الإقليمي وعلى رأس القضية الفلسطينية، ثم الملفات الإقليمية الأخرى الساخنة. لقاء اليوم يعني لقاء فعلا يشكل لقاء محوري في العلاقات المصرية الأمريكية، صفحة جديدة بعد توتر دام 8 سنوات. لم يكن هناك أي إشارة، ولا واستبعد المحللون أن يكون هناك أي انتقادات كما كان في السابق في عهد الرئيس أوباما، أن توجه الإدارة الأمريكية انتقادات للجانب المصري. بالعكس، كان اللقاء يعني يسود نوع من الحميمية واللقاء والترحيب الشديد. أجندة الرئيس السيسي تتعلق يعني تشمل اليوم لقاءات أيضا مع الرؤساء التنفيذيين في الغرفة التجارية الأمريكية، لكن سيكون اللقاء غدا، يعني الأجندة غدا ستكون حافلة بلقاءات ربما توازي أهمية هذا اللقاء مع الرئيس ترامب، لأنه سيجتمع مع أولا سيستهل اليوم بلقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله، سيكون ذلك في مقر إقامة الرئيس، في مقر إقامة الرئيس والملك عبد الله بالفندق، ثم سيشارك أو سيلتقي مع مستشار الأمن القومي ماك ماستر، ثم سيلتقي مع ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكية، ثم ينتقل بعد ذلك الرئيس السيسي إلى مقر الكابيتال، مقر الكونغرس الأمريكي، سيتقابل مع بول راين رئيس مجلس النواب، سيتقابل مع ميتش ماكونيل رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، سيتقابل مع رؤساء اللجان شؤون الخارجية، مع إد رويس رئيس لجنة شؤون الخارجية بمجلس النواب، وأعضاء اللجنة هم حوالي 25 عضو. أيضا سيلتقي مع سيناتور بوب كروكر، هو رئيس لجنة شؤون الخارجية في مجلس الشيوخ. هذه اللقاءات ستشهد جانب كبير من الأهمية، لأن سيكون فيها إثارة يعني القضايا الساخنة. هناك يعني أسئلة كثيرة يطرحها المشرعون حول موقف مصر من الديمقراطية ومن حقوق الإنسان ومن هنتابع ردود البرنامج افعال اكيد الإصلاحي هذه الاقتصادي. اللقاءات. استاذه هبه، يعني الى اي مدى المصالح المتداخله والاتفاق في الحرب على الارهاب يعني دفع النهارده الطرفين في هذه القمه الى مؤازره بعضهما، خاصه وانه كان في حديث عن ان الولايات المتحده الامريكيه لديها صديق في منطقه الشرق الاوسط وانها تدعم مصر وستستمر العلاقة لفترات طويلة والتعاون سيكون مشتركا؟ يعني اللقاء يبدو إيجابيا للغاية. النقاشات تركزت وستتركز الأيام القادمة على مساندة مصر. ملف الإرهاب يشمل يعني يأخذ الأولوية الأولى. إدارة ترامب أعلنت في أكثر من مرة أن أولوياتها الأولى هي مواجهة الإرهاب وانتزاع تنظيم داعش أو اقتلاع هذا التنظيم من على وجه الأرض. مصر في المقابل تواجه نفس تتطابق نفس الرؤية، لديها أيضا تواجه إرهابا في منطقة شبه جزيرة سيناء، وهناك تقارب كبير في مسألة مكافحة الإرهاب وفي مساعدة مصر على مكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء. المسائل الإقليمية يوجد أيضا بها بعض التقارب، في بعض الملامح حول بعض الاختلافات في كيفية التنفيذ، لكن في الإطار العام
هناك تقارب كبير ومساندة كبيرة من الإدارة الأمريكية لمصر. كيف سنبني على هذا الزخم؟ هو ده اللي هنشوفه في الأيام القادمة. يعني المهم أننا أن كانت الزيارة ناجحة، هناك مساندة كبيرة لمصر. الخطوات القادمة هي المهم، كيف سنبني على هذا الزخم. يعني وصفت أيضا القمة بأنها تفتح صفحة جديدة وفصل جديد في العلاقات ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. إلى أي مدى هناك رياح جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية تحملها الإدارة الأمريكية، ويمكن بنقرأها من خلال ونتابعها من خلال هذه القمم وهذه اللقاءات، ويعني علشان نكون محددين هذا الأسبوع الذي وصف بأنه الأكثر حسما في إدارة ترامب؟ هي الأسبوع مليء باللقاءات، لأنه يبدأ يعني بدأ اليوم بالفعل اللقاء اليوم مع الرئيس السيسي. يوم صباح اليوم الأربعاء سيكون لقاء آخر مع العاهل الأردني الملك عبد الله. يوم الخميس سيكون لقاء مع الرئيس الصيني، وهناك مشاكل تتعلق بكوريا الشمالية ورغبة الإدارة في الضغط على الصين لتقوم بمواقف أكثر حزما ضد كوريا الشمالية. هذا القضايا الساخنة في أسبوع واحد طبعا تشكل أهمية كبيرة. يليها في منتصف الشهر القادم هناك زيارة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى البيت الأبيض، وده أيضا بدعوة من الرئيس دونالد ترامب. مجمل هذه يعني مجمل هذه المشاهد وهذه المواقف وهذه التصريحات تشير إلى توجه سياسي، ليست رياح تغيير وإنما توجه سياسي فقدنا قوي التواصل. أرجح اتفضلي اتفضلي للسياسة أستاذة هبة، الخارجية. اتفضلي يا أستاذة هبة. بقول هذه المشاهد سواء في لقاء الرئيس السيسي أو في لقاء الملك عبد الله يوم الأربعاء واستقبال الرئيس السلطة الفلسطينية في منتصف هذا الشهر، تشير أن هناك توجه يسير بخطى واسعة في إطار السياسة الخارجية لإدارة الرئيس ترامب في دفع لجهود مكافحة الإرهاب، خاصة بعد المؤتمر الذي استضافته وزارة الخارجية الأمريكية منذ عدة أيام، وشارك فيه سامح شكري وزير الخارجية المصري وعدد كبير من وزراء دول التحالف. هذا البناء مستمر. السياسة الخارجية لإدارة الرئيس ترامب تنبني على مكافحة الإرهاب في المقام الأول، دفع جهود المفاوضات، إعادة استئناف المفاوضات في القضية الفلسطينية، أيضا على يعني على هامش استقباله للرئيس السيسي اليوم كان هناك أيضا زيارة يقوم بها مستشاره وصهره جاريد كوشنر للعراق، وهناك وكان تصريحات المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض تشير أن هناك توجهات واتصالات يعني مستمرة مع الجانب العراقي لمكافحة داعش. فهنا مكافحة الإرهاب يعني تحتل مرتبة قوية جدا. اعتماد الرئيس ترامب في تنفيذ سياساته في مكافحة الإرهاب ستكون بصفة أساسية على مصر وعلى 3 دول أخرى، هي المملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. أستاذة هبة، من يعني الواضح هناك توجه يعني على ذكر القضايا اللي حضرتك طرحتيها دلوقتي وخاصة بالمنطقة، إنه الأوساط العربية والدولية يعني تعلق آمالا على هذا اللقاء وهذه القمة والنتائج اللي خرجت بيها. إلى أي مدى هذه القمة في رأي حضرتك هي فارقة أساسا في مصير الشرق الأوسط، مع طرح القضية الفلسطينية وجعلها من أولويات هذه الأجندة الحافلة؟ أنا بتحفظ جدا على يعني العبارات اللي ممكن تبقى فيها تضخيم زيادة عن اللزوم. محطة فارقة، هي محطة مهمة. يعني تغيير
لكل التوتر اللي شاب العلاقات في عهد إدارة الرئيس أوباما، وبدء صفحة جديدة. هي يعني نوع من الترحيب وإعادة الدفء، يعني كان هناك دفء تم فقدانه خلال عهد الرئيس أوباما، وبنعيد هذا الدفء مرة أخرى. العلاقات المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية، والإدارة الأمريكية تؤمن إيمان كبير بأهمية وثقل مصر كلاعب استراتيجي، وأيضا يعني في علاقاتها الثنائية، وأيضا كلاعب إقليمي. بالفعل سيكون، يعني أتوقع أنه هو سيكون لمصر دور، يعني كان لها وسيظل لها دور كبير في حسم كثير من القضايا الساخنة الفترة الجاية، بناء على هذا التعاون الأمريكي وإعادة هذا الدفء للعلاقات. سيكون هناك تعاون، وسنلمح بعض الخطوات في مجال يعني مكافحة القضاء، وليس مكافحة، القضاء على داعش في كل من سوريا والعراق، محاولة حل قضايا اللاجئين السوريين، أيضا فيما يتعلق بالوضع الليبي، وأيضا فيما يتعلق بالوضع في اليمن. هناك رغبة من الإدارة الأمريكية للدفع بهذه القضايا لتهدئتها، أو لدفع لاستثمار هذا التعاون المصري الأمريكي في حل هذه القضايا. يعني هقول إنها مرحلة جيدة، لكن في النهاية ما يعني النوايا جيدة، البناء على هذه اللقاءات والترحيب وفتح صفحة جديدة واستعادة الدفء هو ما يعني سيكون له نتائج ملموسة. كيف سنبني على هذا الزخم الموجود؟ كيف ستكون اللقاءات مع الرئيس أبو مازن في منتصف الشهر الجاري؟ ماذا سيجري فيما بعد؟ أعتقد أن هناك أيضا توقيتات متزامنة مع هذه الزيارة، يعني من المفترض أن يلتقي الرئيس ترامب مع مديرة صندوق النقد الدولي، وسيكون توقيت عقد الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك في 17 أبريل، ثم في مايو ستكون هناك بعثة طرق الأبواب للغرفة التجارية الأمريكية. فبالتالي هناك وضعنا قاعدة جيدة للغاية، علينا استغلالها في الأيام القادمة والأسابيع والشهور القادمة. شكرا أستاذة هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط، كنت معنا من واشنطن. شكرا لقراءة حضرتك وتوضيحك للكثير من المفاهيم اللي ارتبطت بهذه القمة.